المثال الأول هو 2x تربيع ناقص 10x زائد 7 يساوي 2x ناقص 6. لاحظ هذه المعادلة هي من الدرجة الثانية، في مجهول واحد فقط. أولا لابد أن نضعها على الشكل الرئيسي، الشكل الرئيسي هو بهذا الشكل AX تربيع زائد B للإكس زائد C هو يساوي صفر. هذا هو الشكل اللي نطمح أن نصل إليه. هذه المعادلة الموجودة عندنا لما نجي للحل، أولا في البداية عندك الاثنين إكس تربيع هذا موجود ناقص العشرة إكس، عندك الحد هذا الموجود أمامك لابد أن ينقل في الجهة الأخرى بإشارة مخالفة، كذلك الحد الآخر حتى يتبقى عندنا في هذا الحد الصفر فقط. بالتالي 10x ناقص 10 ناقص 10x ناقص 2x زائد 7 زائد 6، لأن لما ننقل كل حد ينقل بإشارة مخالفة، فعندك الـ 2x ننقل في الجهة الأخرى بسالب 2x، وسالب العشرة ينقل في الجهة الأخرى بموجب سالب الستة ينقل في الجهة الأخرى بموجب ستة. من هنا ينتج عندنا 2x تربيع ناقص 12x زائد 13 يساوي الصفر. عندنا الأي هنا هو عبارة عن 2، وعندك البي هو عبارة عن سالب 12، وعندك هذا هو البي وهذا هو السي الموجود أمامنا. طيب الحين نستخدم المميز. المميز قالوا المميز أول شيء في البداية دلتا تساوي البي تربيع ناقص الأربعة أي سي. طيب الدلتا في هذه الحالة أو البي عندنا هو عبارة عن سالب 12، بالتالي سالب 12 تربيع ناقص أربعة، الأي هي عبارة عن 2 والسي هي عبارة عن 13، منها ينتج عندنا الدلتا هي عبارة عن 144 اللي هو سالب 12 تربيع هو 144، كذلك عندك سالب 2 في 4 ب 8، 8 في 13 اللي هي 104 تقريبا. طيب من هنا ينتج انه عندنا 144 ناقص ال 104 ينتج عندنا 40، وهذا المميز هو اكبر من الصفر. بالتالي لدينا حلين مختلفين كالتالي، حلين هما كالتالي، الإكس واحد هي تساوي سالب البي ناقص جذر الدلتا على 2 الأي، هذا الحل الأول. الحل الثاني هو إكس 2 تساوي سالب البي زائد جذر الدلتا على 2 في الأي. من هنا الإكس واحد عندنا البي هو عبارة عن سالب 12، من هنا البي هي سالب 12، فبالتالي هي عبارة عن 12 لأنه ناقص ناقص 12 هو موجب 12 ناقص جذر الدلتا اللي هي 40 على 2 في الأي. الأي هي عبارة عن 2، فبالتالي 2 في 2. من هنا ينتج أنه الإكس واحد هي تساوي 12 ناقص جذر 40 هي عبارة عن 4 ضرب 10، و2 في 2 هي عبارة عن 4. من هنا الإكس واحد هي تساوي 12 ناقص جذر الأربعة، لأنه لما يكون عندك عملية ضرب لعددين داخل الجذر فأستطيع أني أوزع الجذر على عملية الضرب، فبالتالي جذر الأربعة هو عبارة عن 2 جذر العشرة على الأربعة. هذا هو الحل الأول. الحل الثاني اللي هي إكس 2 هي تساوي سالب البي هو عبارة عن 12 زائد جذر الدلتا اللي هو عبارة عن 40 على 2 في الاثنين، منها الإكس 2 هي تساوي 12 زائد 2 جذر العشرة على الأربعة بنفس الطريقة، أي بمعنى أن الأربعين عندنا هي عبارة عن 4 في 10، ومن هنا ينتج عندنا مجموعة الحل. فمجموعة الحل الموجودة عندنا هي عبارة عن 12 ناقص 2 جذر العشرة على الأربعة بالموجب والسالب. هذه هي مجموعة الحل بالنسبة لهذه المعادلة.